أهلا وسهلا بكم مشاهدي قناة شوف تي في، ومرحبا بكم معنا في هذا المباشر الجديد من مدينة الدار البيضاء. احنا اليوم كنتواجدوا في البيت ديال محمد اللي الأم ديالو جزائرية مغربي، الأب ديالو كان مقاوم. غيعاود لينا الأب ديالو كيفاش كان كيعيش وشنو العمل ديالو، وغيعاود لينا المشكل اللي عنده. السلام عليكم محمد. وعليكم السلام ورحمه الله. واخا قلتي لي يا سيدي الاب ديالك مغربي والام جزائريه. الام مغربي من محمد الغزلان. والام جزائريه يعني من خميس مليانه. كان يعني في الجزائر يعني. شنو كان العمل ديال الاب ديالك؟ يعني كان كيخدم في الجزائر، عنده وثائق يعني ديال العمل ديالو تو في الجزائر. كان كيخدم مع شركه فرنسيه. يعني كنا احنا حتى فرنسا احنا اليوم على حساب هذا، حتى اللي مشات امي خلصوا الدوفيس يخرج شي حاجه ديال يعني ديال الصندوق ما كملش، قال لها بس صيفط عندي تدو هذاك الملف ديالو باش غادي يكمل داك الملف. وهذا يعني ما عندنا باش تكمل داك الملف على حسب التعاون، ماشي عاونوا لهنا. قبل ما يوفى توفات، توفات في بلادها الجزائر ولا هنا؟ توفات في المغرب. واخا قلتي لي مني توفى الاب ديالك، الام ديالك اللي من اصول جزائريه، دفعات الطلب على ود كريمه. الطلب علينا حنا ليكم نتومايا باسمكم نتوما ولادها. انا الابن ديالها. انا الابن ديالها يعني، لان نتوما كتبقى الاصول ديالكم مغربيه ولو الام جزائريه، فانتوما كتبعوا الاب ديالكم اللي هو مغربي. الاب ديالي مغربي، لانه انا بحال رغم ذلك واخا حتى انا كناخذ خلق انجيني راه درت فيه انتقال باسم صاحب جلالة الملك الله يرحمه. درتو انتقال هنايا المغرب. كناخذو يعني من حلبة من الرباط من القلعة الأولى من حسان من دائرة عندنا. واخا فاش دفعتو الكريمة شنو وقع؟ لأنه ملي كنا دفعنا الكريمة تقابل معنا السيد العامل قال لك عندكم الأسبقية. انتم عندكم أسبقية تاخذوها؟ عندنا الأسبقية ناخذوها. يعني عطى الورقة عند الحال ديالنا للكتيب. يعني حنا كنتظرو باش يوصل العيد وعيطوا علينا. يعني ما عيطوش، ملي كنمشي انا كنبغي نشوف يعني بالحال مدير الديوان باش نولي ندير نتقابل مع السيد العامل، كيردني مدير الديوان ولا كيردني يعني الكاتب ديال مدير الديوان، بقى داك التلاعب هكاك. واخا قلتي لي خرج لكم الرقم ديال الدوسي والوراق كلهم كاملين، الملف كامل كامل كله كامل. واخا ملي كتمشي دابا لعندهم شنو كيقولوا لك؟ لان ملي كنمشي لعندهم في اخر نهايه قالوا لي غتمشي للولايه، الولايه راه هو الملف ديالك الولايه. شحال من سنة وانت كت كريم؟ انا كنبعد عليه هذا بكل خير. عندي هنا المقابلة الشخصية مع ديال السيد العامل، ماشي واحد ماشي جوج، وكاين محل بعد الرسائل اللي كنصيفطهم وكندير يعني الطلب عليها يعني ريكوموندي. واخا انت قلتي لي كتعيش ظروف مزرية، داكشي علاش انت محتاج لهذ الكريم؟ صح، وكنصيفط حتى يعني الرسائل لسيدنا الله ينصرو. وما كيوصلوش لان انا عارف فين ما بين ما كتخلى حتى شي فرد على الشعب ديالو. الحمد لله. ولكن كيفاش اللي كيشوف واحد الظروف انا قاسيه وكاين حاجه ما عندي، ما عنديش لا غالب، ولادي ضايعين، انا ضايع ضايعين كل شيء. انت محتاج من اجل الوطني نعيط. اول واحد مثلا المزير الموسيقى 50 ديال الخر ما كاينش، الوالدة راهي ضايعة، أنا ضايع كلشي ضايع. واخا شحال عندك ديال الوليدات يا محمد؟ عندي تقريبا ست الوليدات. ست الوليدات تبارك الله. أنت فاش خدام دابا؟ كان الله غالب. إيه كتبريكو لي؟ كنخدم مع واحد كبر ولادو تعلم. خرجتي أنت. واخا شنو الطلب ديالك اليوم من المسؤولين؟ الطلب ديالي أنا يطلعوا بهاد الملف ديالي انا اللي انا كاين ديال حقوق الانسان والمطالبه يعني بحال ديال الانصاف والمصالحه، لان دفعت لهم الملف ديالي. سي محمد راه عنده جميع الوثائق، عنده الرقم ديال الدوسي اللي هو هذا. واخا سي محمد اعطينا الرقم ديالك. الرقم ديال رقم الهاتف. رقم الهاتف عندك صفر صفر ستة صفر واحد صفر واحد ربعين ربعين ستة وثمانين ستة وثمانين تسعود وثلاثين تسعود وثلاثين.
اذا الرقم ديال محمد هو 0601 40 86 39. فكنتمنى الصوت ديالو يوصل للمسؤولين وياخذ الحق ديالو ان شاء الله. شكرا لك محمد، شاركتي معنا المشكل ديالك. شكرا لكم نتوما مشاهدينا الكرام على حسن المتابعه، وكنودعكم في امان الله، ونلقاكم في مباشر اخر ان شاء الله.